يا خالد مبروك بالترقية يا ورتبة لواء لك بالك ثم دقات تحية والسلام زاهين بالكتف سيفين والتاج استوى ورتبتك بك تفتخر وانت تزهاها دوام. قناة لهفة الموفي قناة لهفة الموفي لكل جديد وحصل ابتدى بالعب طواريق والمدح استوى والكفو ابن الكفو واهدي ابيات الكلام اللواء الحب خالد مطيع المستوى يوم نال الترقية واعتلى راس السنة يا خالد مبروك بالترقية ورتبة لواء لك ابارك ثم ادق التحية والسلام خدتها بفعولي مناك وبعلمك سوى وانت تستحقها وتستحق ارفع وسام زاهين بالكتف سيفين والتاج استوى ورتبتك بك تفتخر وانت تزهاها دوا خالد الشجاع الشهمي اللي على الشدة حزام أنت رمز للبطولات وعزمك ما هوى سيرتك في العسكرية فخر بين الأنام وانت ذخر للوطن ضدك العادي غوى صامل وقت المواقف وعوق للخصام من علوم الطيب والجود قلبك ارتوى والنعم يا الحارثية الكريم ابن تمشي ولا يرد قوى الفريق نفل وعلم فخر بين الأنام الكريم اللي تعلى ولطب احتوى يرحمه ربي وعسى الجنة له دار ومقام من سلايل لابت عنها التاريخ هو المفاخر والبطولات وفعول عظام يهب الحارث هم يعدلون الالتوى يشهد الجمرة عرب والخاتم جعل السعد دار